في ظل تزايد حكومة أردوغان في ترهيب كل المعارضين لسياسته القمعية في تركيا، أفادت بوابة سكاي الإخبارية اليونانية بأن أكثر من 20 مواطنا تركيا يقولون بأنهم يتعرضون للاضطهاد في وطنهم بسبب معتقداتهم السياسية المعارضة لأردوغان، مما اضطروا إلى الفرار إلى اليونان لطلب اللجوء. ووفقا للتقرير الإخباري، فقد عبر 23 شخصا من بينهم أطفال بالقارب من ميناء تشيتشي التركي إلى جزيرة كيوس اليونانية في 6 أغسطس الجاري. أحد طالبي اللجوء صرح لبوابة سكاي أنه عمل كشرطي في تركيا حتى تلقى تهديدات هو وعائلته، وقال راكب آخر أنه عمل كضابط جمارك ودفع 2000 يورو لمالك القارب الذي نقله إلى اليونان. ورغم أن السلطات اليونانية لا تنشر أرقاما رسمية، إلا أن وسائل الإعلام قدرت الواصلين من تركيا بالآلاف، ودخل الكثير منهم البلاد كسائحين في بداية جائحة كورونا، تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف من البلاد خشية الاعتقال. وفي سياق متصل، قالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس أن الهجرة البحرية في وسط البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بصورة حادة الشهر الماضي، وصل عددهم إلى أكثر من 150,000 شخص، وتوقيف 1,000 شخص من وظائفهم، وسجن حوالي 50,000، خصوصا بعد تصدي حكومة أردوغان لمزاعم محاولة الانقلاب العسكري. ولم يقف أردوغان الذي أبدى استعدادا لملاحقة خصومه خارج حدود تركيا، فقد طلبت تركيا من الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول 1,000 الإشعارات الحمراء التي تشبه مذكرة التوقيف الدولية، وضغطت على الحكومات في جميع أنحاء العالم لاحتجاز أنصار جولن المزعومين وإعادتهم إلى تركيا. وقد وسعت الحكومة منذ ذلك الحين عملية التطهير لتشمل مجموعة واسعة من المنتقدين بمن فيهم الصحفيون والنشطاء المؤيدين للأكراد والساسة. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.